السلام عليكم. غادي نكملو مع البوليمورفيزم. قلنا بأن البوليمورفيزم هي أن شي حاجة تتكون كتعرف بأكثر من طريقة، يعني غنستخدموها بأكثر من شكل. واكتشفنا بأن لاغو ديفينيسيون هي شكل من أشكال لو بوليمورفيزم. اليوم بغينا نتعرفو على لا سورشارج ديال لي ميثود. دونك لا سورشارج ديال لي ميثود هي اللي كتسمى اون انجلي اوفر لودين، والغو ديفينيسيون هي الاوفر رايدين. الاوفر لودين او لا سورشارج ديال لي ميثود هي انك تكون عندك القدره في نفس لا كلاس تستخدم واحد لا ميثود او لا ديفينيها تعرفها بنفس الاسم باش دير خدمه او لا خدمات مختلفين. يعني احنا كنستخدمو نفس الاسم وكنعرفو هذيك لا ميثود كتر من مره، في كل مره كنعطيوها طريقه ديال العمل، وهكذا كنشوفو حنا من بعد كيفاش نعيطو لها، واش تخدم بالطريقه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه. الا جينا درنا التطبيق الحرفي لهذا التعريف هذا في بيتو، فغيكون عندي بحال هذا المثال. عندي واحد الامبلوي، هذا الامبلوي عنده سالير، وبغينا نصاوبو لا ميثود كالكول سالير بجوج ديال الطرق. دونك انا هنا غنعرفها جوج مرات. المره الاولى حاولت انها تكون كتافيشي ليا السالير ديالو دو باز اللي عنده زائد واحد الكوميسيون اللي تقدر تعطى ليه. والمره الثانيه عرفناها انها كتافيشي غير لو سالير، يعني بحال بغينا نقولو كاينين الناس اللي السالير ديالهم غيكون هو هذاك الاساسي اللي كان، وكاينين الناس اللي السالير ديالهم غيكون هو الاساسي زائد شي كوميسيون كتعطى ليهم من بعد ما كيأديو شي مهمه. ملي دابا حنا كنكريي واحد لوبجي اس ان اللي هو امبلوي، فاش غنعيط لهاد كالكول سالير انا معرفها بجوج ديال الطرق، يعني خاص يكون عندي الامكانيه ديال نعيط ليها بالطريقه الاولى او الثانيه. مثلا هنا ملي عطيت ليها 1000، اذا انا راني بغيت نزيد الكوميسيون، بغيت نقول بان هاد اس ان عنده في السالير الاساسي ديالو 10000 وزدناه 1000، يعني دابا خاصها تخدم وتعطيني 11000. الا جربت للاسف عطاتني واحد الخطا وقال لي راه هي خص يكون فيها غير بارامتر واحد وانا عاطيها جوج. علاش؟ ما نساوش بانه البارامتر الاول اللي كيتحسب هو السلف، هو هذاك اللي عيط ليها، ما كنكتبوهش في الوسط، كيتكتب هو قبل منها بوان وكنعيطو ليها. دونك هذاك هو الاول وهذا هو الثاني. حنا راه ديجا عطيناها واحد التعريف اللي تقبلوا فيه جوج ديال لي بارامتر، ولكن هو مع ذلك قال لك لا انا كنعرف غير وحده اللي فيها بارامتر واحد. اذا وكانه عرف غير هذا الترتيب وما عرفش هذا الاول، ما عرفش هذا، عرف غير هاد التعريف هذا. نجربو دابا الا حيت ليه هاد الالف واش فعلا عارف لينا هذاك التعريف الثاني. ها هي كما كتشوفوا انه عارف لينا التعريف الثاني، ما عندوش فيه مشكل. اذا هنا غنفكروا نقولوا ياك ما عنده مشكل في الترتيب، الا خديت مثلا هاد التعريف الثاني وهزيته وحطيته هنا وعاود جربت، ها هو 1100 اولا 11000، 11000 دازت ليه مزيان. اذا هو دابا ولا كيعرف الكوميسيون. نشوفوا الا درناها بدون كوميسيون، للاسف عاوتاني قال لك راه خصني غير بارامتر واحد وانت كنتسنى في الكوميسيون ما عطيتيهاش ليا. هنا وكانه ثاني كيعرف غير هاد التعريف الثاني اللي في الكوميسيون، هذا ما بقاش كيعرفو. اذا الخلاصه اللي غنستنتجو انه في بيتون ملي كنكتبوا ليه واحد لا ميثود بنفس الاسم ولكن كنعرفوها ليه كتر من مره، فهو كياخد اخر تعريف هو اللي كيعرفو، ما سبق كيتمحى بحال ما كتبتيش. يعني داكشي اللي شفناه داك الاخر اللي مكتوب هو اللي كيتخاد بعين الاعتبار. اذا هاد الطريقه هادي ديال سورشارج ديال لي ميثود اللي خدامه في جميع لي لونغاج دو بروغراماسيون الاخرين ما غتخدمش لينا في بيتون بحال هكذا مباشره. حنا غنحاولوا اننا نخدمو في بيتون بطريقه مختلفه. يعني حنا كالكول سالير مازال بغيناها تكون عندها اشكال متعدده، ولكن في الكتابه ديالها غنكتبوها بشكل واحد يكون جامع كل شيء. مثلا
غنجي ندير هنا كوميسيون ونقول بانها تتقدر تكون وتتقدر ما تكونش. اذا غنديرو نان نان باش نقولو بانها راها فاكولتاتيف، تقدر تكون تقدر ما تكونش. دابا الا خليت ليه غير هاد برانس انه كي افيشي السالير زائد الكوميسيون، فباينه انه غيوقع ليه واحد الخطا في الحاله تاع نهار ما تتكونش الكوميسيون بحال دابا هنا. علاش غيوقع خطا؟ لانه غيبغي يدير مثلا 10000 السالير، ملي يبغي يزيدو كوميسيون ما كايناش، يعني هي نان. 10000 زائد نان راه ما كتقبلش، حيت هو كيدير زائد ديال عددين. فوالا قال لك ما كنديرش الزائد ما بين نان و الانت، ما غيدوش. الوغ كي الا درنا ليه عدد غيدوز بشكل عادي، ما كاينش فيها المشكل. اذا حنا هنا خصنا نفكروا فشي طريقه، ما نجوش ونعطيوه كوميسيون نيشان. فاشنا هي الطريقه؟ هي غادي نشوفوا الشرط. غادي نديرو مثلا اف الا كانت الكوميسيون ما كايناش از نان، ايه شنو غادي نديرو؟ ديرو ليه برانت الاولى العاديه تاعي افيشي غير سالير دو باس انز، نقولو ليه افيشي حتى الكوميسيون. دابا نجربو، هنا عندنا الكوميسيون ها هي تتافيشي بشكل عادي مزيان. الى حيدناها كذلك غادي تدوز لينا مزيان. فوالا دابا غادي نستنتجو بالخلاصه ان لا سورشارج ديال لي ميثود كاينه في بيتون، ولكن الصياغه ديالها في الكود كيفاش كنكتبوها تختلف على باقي لغات البرمجه. علاش؟ حيت حنا هنايا في بيتون غادي خصنا نديفينيو لا ميثود غير مره واحده، ولكن كتابه كنحاولوا نعطيوها كاع دوك لي بارامتر المحتملين. بما انهم كيكونوا محتملين فحنا كنديروا ليهم نان، يعني غا فاكولتاتيف، وكنعطيو في لو كور كاع الاحتمالات، يعني كندرسوهم باستخدام الايف از الايف اكسيتيرا. كنقولوا الا كان كذا يوقع كذا، الا كان كذا يوقع كذا اكسيتيرا، يعني كنكتبوهم في مره واحده. وهكذا فاش غنعيطوا ليها، الا عيطنا ليها بطريقه اولى كتخدم، ولا عيطنا ليها حتى بطريقه ثانيه، يعني الفورم الثانيه ديالها بحال في هذه الحاله حنا عندنا الكوميسيون غدوز. وهكذا ولات عندنا كالكول سالير عندها جوج ديال الاشكال محتمله. داكشي علاش كندويو على البوليمورفيزم.